من سب الرسول كفر، ولا يشترط استحلال قلبي لهذا الاستهزاء، من قال بذلك تورط في الإرجاء، من استهزأ بالنبي كفر، من استهزأ بالله كفر، من استهزأ بالقرآن كفر، من سب الدين كفر، من أهان المصحف كفر. ولا يقال أمستحل هو أو غير مستحل، هذا كفر ظاهرا وباطنا، وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة والجماعة من علماء الإسلام القائلين بأن الإيمان قول وعمل، ممن خالفوا المرجئة والإرجاء. فلا يقال أمستحل هو أو غير مستحل، هذا أمر باطن، وهذا العمل الظاهر دلالة على خلو الباطن من كل إيمان وإسلام. على هذا من يعتد به ويعتبر من علماء الإسلام ومشايخه ومن شيوخ السنة سلفا وخلفا، قال إسحاق بن راهوية: قد أجمع المسلم على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله، أجمعوا على أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال الإمام أحمد: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم النبي وهو مسلم، هذا لا يتصور.